كديرين؟ تنتمنى تكونوا بخير. معكم زهرة الودانية، غندير معكم واحد غراطان بلي بات. عندي الكفتة والبصلة وفرماج وغنصايب البيشاميل، وعندي في العطية شوية ديال الشكنجبير، شوية البزار، شوية الملح، شوية الأعشاب المنسمة. البصلة قطعتها رقيقة، طحنتها. هاد لي بات غنديرهم بالكفتة والبيشاميل. هانتوما درت واحد جوج معالق ديال الزيت، رحت عليه البصلة وغنلوح الكفتة ديريكت. غندير عليها كفتة، الكفتة ديروها على حساب اللي عندكم. هادا سير واحد شوية ماشي بزاف. صافي غنديها نطيبها ونرجع معاكم. انا عندي هاد لي بات، نتوما تقدروا ديروا اي بات عندكم. غنطيبها في الماء وشويه ديال الزيت والملح وشويه الزعتر. غنطيبها ونرجع معاكم. ها هي وجدتها. ها هو البيشاميل صيبتو، درتو شويه خفيف، درت فيه شويه البزار والملح وشويه ديال الزبده والطحين. راه ما درتوش معكم، راه عندي في القناه دايره بالزيت ودايره بالزبده في لي بات اللي بالصلصه البيضاء وفي لازانيا. حتى الاخر ديال الفيديو راه غنخليه لكم. غنديروا شويه ديال البيشاميل، درتو شويه خفيف حيت ما نديرش فيها مطيشه. وغنعاود نزيد شويه ديال البيشاميل. وغنديرو شويه الكفتة، غنخدم بيديا باش نديرها مقادة. أو نزيد البيض، بيشاميل، غنزيد الفرماج. الفرماج هذا زدت فيه واحد شويه ديال الموزاريلا، الا عندكم موزاريلا زيدوها، ما عندكم راه تقدروا ديروا اي فرماج عندكم. هي دابا كملتها، درتها كلها. غنزيد هاد البيشاميل اللي بقى على توجيها. وغنزيد الفرماج.
وغنديرها في الفران طيب ونرجع معكم. ها هو الكراتان ديالنا ديال لي باتوجيت، مكوناته موجودين في كل دار ولذيذ وسهل تيوجد دغيا بسرعه تيوجد. ها هو نقطع معكم شويه تشوفوا كي جا، ها هو تيجي لذيذ، جربوه وقولوا لي كي جاكم. وترحب الناس اللي دخلوا عندي جداد وبارطاجوا الفيديو الى عجبكم، وتا الفيديو القادم ان شاء الله.